بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة إخواننا معانا مدارس جديد من دورة فيجوال بيزك 2012 تحت رعاية موقع وقف دوت كوم. أخدنا الدرس اللي فات أو الدروس اللي فاتت التعامل مع الدايركتوري من خلال الكلاس دايركتوري، أو التعامل مع الفولدرز أو المجلدات من خلال الكلاس دايركتوري، واتكلمنا إن الدايركتوري بيكون موجود في أو لازم الأول أعمل امبورتس او استدعاء او جلب لمكتبه او النيم سبيس اللي اسمها system.io. النهارده ان شاء الله هناخد كلاس تاني خاص برضو بالدايركتوري او المجلدات، هو دايركتوري انفو. تعالى نعمل مشروع بسرعه. هنقول دايركتوري انفو. ببساطه مفيش اختلاف كبير بين الدايركتوري، الكلاس دايركتوري اللي احنا اخدناها في الدروس اللي فاتت، وكذلك الكلاس اللي احنا ناخدها النهارده اللي هي بعنوان دايركتوري انفو. اختلافات بسيطه، لكن الدايركتوري انفو ممكن هي تكون اشمل الى حد ما في بعض النقاط. تعالى بينا نشوف ايه الفرق بين ده وده وهنستفيد ايه. تعالى برضو زي ما تعودنا هنجيب البطن وهنجيب معانا التكست بوكس. معنا كده بطن وتكست بوكس بالشكل ده كده. وهنا الايه البطن اللي احنا نبدأ نتعامل عليه، ونخلي هنا البروبرتيز الفونت 14، ونظهر الايه السكرول بار الفيرتيكال. جميل، ده كده ببساطة ايه الكود بتاعنا. هنبدأ نكود هنا في البطن واحد. ببساطة يا اخوانا هنا المشروع جي سي شارب. طيب تعالى بينا نفتح مشروع تاني، لان احنا كنا اخر مرة فاتحين. نسمي اسم تاني بقى، نسمي مثلا دايركتوري انفو، مسافة بينهم كده تمام. هو كون نوعه فيجوال بيزك ويندوز فورم ابليكيشن تمام. بنمسح بقى الايه الفولدر اللي هو بالاسم الايه بتاع الفيجوال بيزك، كله من غير مسافة ده تمام. طيب جميل، تعالى برضو نعمل البوتون والتكست بوكس. التكست بوكس اقرب هنا ثم البوتون. جميل، اخدنا الدرس اللي فات يا اخوانا التعامل برضو مع الايه مع الدايركتوري، وقلنا ان الدايركتوري هو بيمكنك ان انت تتعامل مع مجلدات السيستم او الويندوز اللي هيشتغل عليه الايه التطبيق بتاعك سواء عندك او عند المستخدم. جميل، وقلنا برضو ان لو انت تفتكر الدرس اللي فات كنا هنجيب حاجه اسمها البيرنت تمام، المفروض 12 او 8 تكست. اتكلمنا عن حاجة اسمها البيرنت بالنسبة ل كده بالشكل ده. اتكلمنا عن حاجة اسمها البيرنت بالنسبة للدايركتوري، وقلنا هو بيرجع بحاجة اسمها دايركتوري انفو. مكتبتنا النهاردة هي اللي هتتعامل بقى مع الدايركتوري انفو. تعالى بينا ندخل للبوتن. طبعا هنعمل امبورت الأول، امبورتس ل system.io بالشكل ده. طيب درسنا أو الكلاس بتاعتنا اللي احنا هنشتغل بيها النهارده هيكون اسمها دايركتوري انفو دي. لكن الدايركتوري انفو بتختلف نظامها شوي ازاي، ان انت مش بتعرفها او مش بتستدعي بدلالتها وثم تعمل كده. لاحظ هي الكلاس ما فيهاش حاجه، ده انت لازم تاخد منها اوبجكت. خلي بالك انت اصلا لازم تاخد منها اوبجكت عشان تعرف تتعامل معاها. طيب وهنعرف دلوقتي الفرق بين الدايركتوري والدايركتوري انفو. تعالى ناخد منها اوبجكت، هنقول له ديم. خلي بالك از مثلا ديم اسم
نسمي مثلا فولدر فولد بس كده از، خلي بالك دايركتوري از نيو دايركتوري دايركتوري انفو. تمام، خلي بالك شوف بقى الكونستراكتور الوحيد اللي موجود، الكونستراكتور واحد بياخد منك مسار، معنى كده ان اساسا خلي بالك من دي مهم، الدايركتوري انفو هو عبارة عن كلاس او فئة بتمكنك ان انت تتعامل مع بيانات او الانفورميشن او المعلومات لفولدر واحد فقط، يعني هيبقى الفولد خاص فقط بفولدر واحد، ما هو بياخد هنا منك مسار. تمام، بياخد هنا منك ايه؟ ها مسار، مسار واحد فولدر واحد. تعال نجيب له اي مسار تجريبي كده الاول، وليكن الديسكتوب او بلاش الديسكتوب، خلينا ناخد من الدي عشان تقريبا هنا احنا كنا حاطين ملفات. ايوه خلينا ناخد فولدر واحد ده بالشكل ده كده اهو، ده كده الفولد. يبقى الفولد هو عباره، خلي بالك ده الفرق بقى بينهم الاثنين، الفولد هنا هو عباره عن انستنس او اوبجكت او كائن او كيان، كل دول بمصطلح واحد. تمام، هو كيان بيحمل معلومات من خلالها، او بيحمل معلومات للايه؟ ها للفولدر اللي هو مساره دي اللي موجود في الكورس دي، الفولدر اللي اسمه 1 بس. وصلت يا اخوانا؟ على من خلالها برضه تقدر تعمل ايه بقى؟ تنفذ الايه؟ الاكواد بتاعتك. هتيجي هنا تقول له فولد خلي بالك دوت، يبدا هو يستنسخ جميع الايه؟ ها البروبرتيز والايه؟ والفانكشنز. لاحظ ظهرت هنا بروبرتيز وفانكشنز. تمام؟ لكن الفرق هنا بقى مثلا الكريشن تايم، لاحظ هنا هو هنا بياخدها كبروبرتي، لكن هناك في الدايركتوري، في الدايركتوري فقط كانت عباره عن ميثود، صح؟ الفرق بين الدايركتوري، لو انت تفتكر الدايركتوري هنا انت كنت بتعامل بوجه عام مع اي مسار، اه تقول له دايركتوري دوت كذا، لاحظ مش هتلاقي فيه بروبرتيز اصلا، لان هي كلاس عامه، هي مش متعرفه بروبرتي الايه. تمام، هتلاقي هنا مثلا ديليت، طيب لما تقول له هنا ديليت، ديليت للايه؟ بتحدد له هنا المسار، فالدايركتوري عامه. الفرق بين دي ان دي الدايركتوري دي عامه لاي شيء، لاي اسف مش لاي شيء، اي فولدر طبعا، لان هو هنا بياخد منك المسار. طيب لكن هنا الدايركتوري انفو، تمام، انت بتاخد منها اوبجكت، بتاخد اوبجكت او كيان لايه؟ لفولدر واحد فقط، اصبح ده مرتبط بده، يعني الفولد هنا مرتبط بالمسار ده. لما تقول له فولد تمام دوت ديليت، تمام كده من غير اي حاجه خالص، هيحذف لك المسار ده، هيحذف لك الايه؟ ها المسار ده. تمام، وصلت يا اخوانا؟ ده عرفنا ايه الفرق بين ده وده، ان زي ما قلت لك ان الدايركتور انفو هي بيانات لفولدر واحد فقط بتحدده من في الكونستراكتور او المشيد، وانت بتاخد منه اوبجكت، ما هي الكلاس دايركتوري انفو اصلا فيها مشيد واحد، المشيد ده بياخد منك سترينج اللي هو مسار الفولدر، صح كده؟ تمام، الفولد هنا بقى، الفولد هنا هو عباره عن كيان من الفولدر ده، اعمل فيه بقى اللي انت عايزه، هو عباره عن كيان من الايه؟ ها من الفولدر ده. طيب ده الفرق بين الدايركتوري والدايركتوري انفو. طيب قلنا الدايركتور عام، لكن الدايركتور انفو هو كيان فقط من ايه؟ ها من فولدر واحد، انا باكد عليها تاني لان مهم. تعالى بينا نشوف ايه الفرق بينها وبين ده وده. ببساطه لو احنا قلنا هنا فولد، هنا كده فولد، لاحظ هتلاقي هنا برضو دوال كرييت، هنا هتعمل فولدر. طيب هتعمل فولدر ازاي؟ هو انا اصلا مش الفولدر ده موجود؟ اه بقول لك، ما هو انت ممكن تحدد اصلا الفولدر قبل ما يتعمل، يعني مثلا تقول له هنا مثلا ايه 100، تعال نجرب كده اهو، يعني انت تحدد له فولدر قبل ما يتعمل عادي اهو كده، هتروح هنا هتلاقي اهي عمل لك هنا اهو الفولدر 100، يعني انت ممكن اساسا هنا تستقبل فولدر مش موجود، او تعمل كيان لفولدر مش موجود ثم تعمله او تحذفه وتعمل كل شيء بقى عليه. تمام، لكن لو جيت هنا قلت له 100 تاني، هو كرييت،
تمام، هو موجود بالفعل تمام، فيحصل هنا ايه؟ ها هيعمل اكسبشن او مش هيعمل اكسبشن، هو هيعدي الحاله لان هو اصلا موجود. جميل، ده كده ببساطه الايه الكرييت. طيب يعني نفس الفكره هي هنا هنا، لكن هنا بقى هنستدعي حاجات بقى. الاتريبيوتس مهمه هنا، كرييت سب دايركتوري خلي بالك دي مهمه، ان انت تعمل مجلد فرع منه اهو. بيقول لك ادخل اسم المجلد الفرعي، هقول له مثلا وليكن مثلا نيو فولدر بالشكل ده كده، يبقى الدي 100 انت هتعمل منه ايه؟ كرييت سب دايركتوري، هتعمل جواه فولدر داخلي جديد. هنا نفذ برنامجك اهو، لو انت نفذت البرنامج وضغطت على البوتون هنا هيعمل لك هنا ايه؟ ها لاحظ عمل لك فولدر جديد اهو، يبقى انت كده عملت سب فولدر. طيب بفرض خلي بالك انا عملت منه فولدر كده باك سلاش وقلت له مثلا ايه فولدر 3، ينفع؟ تعال نشوف. لاحظ هنا بالشكل ده كده، لاحظ عمل لك ايه فولدر 3. يعني انت من الاخر انت ممكن تعمل فولدر جوه فولدر. طيب بفرض خلي بالك، خلينا نيو فولدر ده. طيب بفرض ان انا قلت له فولدر مش موجود اصلا، قلت له مثلا هنا ايه نيو فولدر 2 وهنا فولدر مثلا 33، هيعملهم الاثنين؟ اه هيعملهم الاثنين. تعال نشوف. تعالى اهو لاحظ قال لك نيو فولدر 2 وجوه فولدر 33، مع ان اصلا فولدر 2 ما كانش موجود، فهو عمل فولدر 2 ثم عمل بداخله فولدر 33. يبقى خلي بالك في حاجات خاصة للدايركتوري وفي حاجات خاصة للدايركتوري انفو. تمام، طبيعة عمل ده كلاس مباشر شيرد كلاس، الفانكشنز اللي فيها شيرد بالنسبة للدايركتوري. ببساطة تقول له دايركتوري تمام اهو دوت وايه ها تندع على الشيء اهو، لاحظ حتى اسمها بابليك شيرد سب. تمام، لكن هنا الدايركتوري انفو لا، الدايركتوري انفو لازم تاخد منه اوبجكت، لازم تاخد منه اوبجكت وطبعا فيه مميزات. طيب تعال نكمل فولد دوت، احنا خدنا طبعا كريشن تايم هي هي، هتجيب لك برضو ديت بس هنا على شكل بروبيرتي بقى، على شكل ايه ها بروبيرتي، يعني لا اما تقول له يساوي كذا او تاخد متغير بيساوي كذا. يعني ممكن هنا تقول له هنا ايه تكست بوكس 1 دوت تكست بيساوي كذا. تمام، لان هي اصلا ايه، تعال نعمل ده كده، لان هي هنا بتعامل معك كبروبرتي. عرفت اللي بروبرتي منين؟ لا بقى، يبقى احنا كده اهو واخده شكل الايه ها المفتاح ده يبقى بروبرتي، واخده الشكل ده يبقى ميثود، لو واخده شكل مش عارف ايه كده زي الصاعقه او الصاعقه الكهربائيه اللي هي دي، تمام دي كده يبقى ايفنت. تمام يا اخوانا، دي حاجات مفروض عارفين، ولو حتى ولو وقفت عليها كده تمام هيقول لك ايه بابليك بروبرتي، تمام خاصيه. طيب يبقى انت بتعامل هنا معاها كخاصيه وليس بتعامل معها هنا كايه ها كداله. لاحظ هيجيب لك هنا الايه ها التاريخ بالظبط على حسب ايه 35 ده 26 اه. هو خلي بالك يا اخوان في نقطه هنا، هو هنا بيجيب لك على ما اظن يعني اللي هو بيجيب لك على اساس الكالتشر بتاعك. ايه الكالتشر ده؟ تمام، الكالتشر ده عباره عن اللغه او ثقافه الجهاز. هو بيعرف منين؟ وانت بتثبت الويندوز تمام هنا، يعني لو انت جيت هنا اهو هو عارف ايه 26 12، ده مش ده احنا مش 26 12 خالص، لا هو عامل ببساطه ايه، لو انت رحت هنا مش هنا، لو انت رحت لكنترول بانل باي طريقه بقى، انت تروح للكنترول بانل حسب الويندوز بتاعك تمام. الكنترول بانل هتلاقي هنا حاجه اسمها ريجن، الريجن ديت على اساسها انت بتحدد الكالتشر بتاعك. لاحظ هنا هي مظبوطه عربيك سعودي اريبي، ف لاحظ هنا التوقيت او نظام التاريخ في المملكه العربيه السعوديه بيكون بالنظام الهجري، وبقيه الدول اللي عندنا مثلا في مصر للاسف احنا بنشتغل بالطريق بالتاريخ الميلاديه، فهو على اساسها ظبط كده، هو على اساسها ظبط كده. يبقى خلي بالك هو بيجيب على حسب الكالتشر بتاعك. اول ما تسمع في البرمجه كلمه كالتشر او كالتشر انفو
هي عبارة عن ثقافة الجهاز اللي هي دي من الآخر اللي على أساسها. طبعا انت ممكن تغير، انت ممكن ايه ها تغير ثقافة الجهاز ذات نفسه، تمام. هي مش غير من الثقافة اللي هي بتحمل معنى الثقافة، لا، هي هو كمصطلح بيسقط او بيتم اسقاط على جزء معين من 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 فعل الجهاز بس. يعني انت ممكن تخلي هنا مثلا، لا انا عايز نظام التاريخ اللي هو مثلا الديت، انا عايزه، لا انا عايزه اللي هو مش تقويم ام القرى، انا عايزه مثلا تقويم الميلادي، تمام، تقويم الايه ها الميلادي بالشكل ده كده. يعني انت ممكن تعدل، تمام. طيب خلينا ناخد عربيك ايجيبت كده عشان ناخد كلتشر. لاحظ قال لك 20 اكتوبر 2014. طبعا هو اظن مش هياخد تاثير الا لما اعمل لوج اوف او تقريبا ريستارت حاجه منهم يعني. طيب ما علينا، هو معلومه جانبيه عرفناها بالكلتشر، كده كده نتكلم عنها فيما بعد ان شاء الله. لاحظ هو كده اخد 26 شهر 12 بالفعل شهر ذي الحجه، تمام، 1435 بالشكل ده كده. جميل، ده كده ببساطة ايه الكريشن تايم. وكذلك انت ممكن تعدل فيها بقى، لان هي اقف عليها كده الهنت اللي ظهرت قال لك جيت اور سيت ذا كريشن تايم، يعني الدالة بتاخد جيت اور سيت تايم. وكذلك معاها برضو اليو تي سي بتاعها لو انت اخدت بالك تحتها اليو تي سي. طبعا ديليت هيعمل برضو ديليت بس اف ات از امتي، اهو اف ات از امتي لا هو فارغ. طيب هنتكلم برضو ان شاء الله فيما بعد ازاي امسح فولدر في ملفات. طيب هنا برضو انيموريت دايركتوريز اللي احنا قلناها اللي فات، هي برضو الانيموريت دايركتوريز، هي الانيموريت فايلز اتكلمنا عنها. هنا برضو الانيموريت فايل سيستم انفوز، هتلاقي برضو هنا حاجة اسمها اكزيستس، هل الفولدر ده بالفعل موجود ولا لسه مش موجود، تمام. طيب هنا اكستنشن، هي هنا ملهاش لازمه، مش عارف هو حاططها ليه. هنا بيقول لك هيجيب لك الاكستنشن لفولدر، والفولدر اصلا ما بيكونش فيه اكستنشن، فبيرجع لك تمام بايه بفاضي، بيرجع لك بفاضي. طيب هنا الفول نيم مهمه، هي مش مهمه، هي انت ممكن تستخدم الفول نيم، هو بيرجع لك الايه الفول نيم بالنسبه للملف. لاحظ جاب لك المسار بتاعه كاملا، جاب لك الايه المسار بتاعه كاملا، لان في ساعات الامر بيتم اختزاله. خلي بالك مش ده المهم، المهم اللي احنا هنبدا فيه ان شاء الله الدرس القادم هو الاتريبيوت. انا كل ده بس ايه باخد حاجات اللي هي ايه يعني ببساطه ممكن تعملها. هنا برضو الجيت دايركتوريز هي بس بترجع لك هنا باري، هي الايه الانيموريت دايركتوريز اللي احنا اخدناها اهو. احنا طبعا اخدنا جيت دايركتوريز لان الانيموريت دايركتوريز بيرجع بحاجه اسمها الايه الانيمرابل، تمام. فبالتالي احنا لسه ما خدناهاش دلوقتي او مش هنتعامل معاها دلوقتي مع اللينكيو ان شاء الله. طيب هي نفس الفعل على فكره، هي نفس الفعل، ممكن برضو صادم فيها الفور اتش والفور وكلام ده، يعني ممكن ناخدها اصلا. طيب كذلك برضو احنا اتكلمنا برضو عن الجيت دايركتوريز، هي كانت موجوده في الدايركتوري العادي والجيت فايلز والجيت فايل سيستم انفو. هنا الجيت الهاش كود ممكن ناخدها بس مش عارف بقى ناخدها دلوقتي ولا لا. ايه تاني ممكن ناخده؟ تمام، هو ده يعتبر. هنا خلي بالك هنا موف تو اللي انت ممكن ها تعمل له موف، طيب تحركه من مكان لمكان. طيب بس خلي بالك هل ممكن احرك ده ليه؟ خلي بالك هو بياخد منك مسار اهو للديستنيشن، الموف هناك كان بياخد منك مسارين، الاصل فين وهتوديه فين، لكن هنا انت عارف الاصل، هنا انت عارف الاصل ليه؟ لما انا قلت لك ما هو الفولدر اصلا خاص بالفولدر ده اللي اسمه فولد ده، خاص بالايه بالمسار ده. فبالتالي هنقول له مثلا خلي بالك لو قلت له مثلا اللي هو اللي في السي، السي تمام السي كده. طيب تعال نشوف بقى ايه اللي هيظهر اهو، تعال نشوف هو ناقصه ايه. هو بياخد هنا سترينج ماشي، تمام سترينج اسف المفروض هو اصلا ما بترجعش شيء عشان استقبلها، يبقى هنا موف تو سي بالشكل ده كده. تعال نشوف الخطأ اللي هيظهر اهو. لاحظ هنا
ما ينفعش تنقل من مكان من بارتيشن لبارتيشن. فاكر هو نفس الخطأ اللي هيظهر هناك، يبقى الموف بيكون للايه لنفس البارتيشن. برضو هناخد ان شاء الله كيفية نقله لبارتيشن او كورس صلب تاني. طيب نكمل مع الفولد. يبقى في الفولد النيم، هو طبعا الاسم للدايركتوري ذات نفسه. طبعا انت ممكن تظهره في، هو اصلا بروبرتي تكست بوكس دوت تكست بيساوي الفولد نيم، هيظهر اسم الفولدر فقط بالشكل ده كده، اسمه 100، لكن الفول نيم هو المسار بتاعه كاملا. تمام، في عندي هنا خدنا الفول نيم وخدنا النيم. في عندي هنا البيرنت، لو فاكر البيرنت ده كان موجود فينا يا اخوانا، كان موجود في كان في الدايركتوري هناك. بس خلي بالك ده بقى بيرجع بيه يا اخوانا بدايركتوري انفو. خلي بالك ده بيرجع اهو، البيرنت هي بروبرتي. تمام، البروبرتي دي بترجع نوعها دايركتوري انفو، يعني انت ممكن هتستقبلها هتقول له ايه الاخر اهو ديم بيرنت، اعرف مثلا حاجه اسمها بيرنت او اي اسم بي. خلي بالك از دايركتوري انفو اهو بيساوي قيمتها ايه، فولد دوت بيرنت. يعني انا جبت البيرنت بتاع ده، ها جبت البيرنت بتاع الفولد وهاخد منه بيانات هنا. ممكن اقول له مثلا هات البي دوت مثلا ها النيم، يعني هي داخله داخله اهو. بس تقبله مثلا تقول له مثلا تكست بوكس دوت تكست كده، سهله هنشرحها دلوقتي اهو بالشكل ده كده. ايه اللي حصل؟ الدي جاب الدي ازاي؟ اقول لك انا ببساطه، الفولدر ده مساره ايه؟ الدي ال100. تعالى نفتح الدي كده من الكمبيوتر، الدي ثم الفولدر بتاعنا اسمه ايه؟ ها 100 او ال100. مش ده الفولدر بتاعنا؟ اه طيب، يعني ده الفولدر بتاعنا، جميل. طيب واحده واحده بقى، الفولدر بتاعنا ده له اب، له بيرنت. الاب بتاعه هو الفولدر الاساسي منه، ما هو اصلا ال100 دي موجود فين؟ موجود في الدي، يبقى الدي هي البيرنت بتاع ال100. وكذلك لو انت غيرت المسار خليته مثلا نيو فولدر 2، يعني هات المسار بتاع نيو فولدر 2 كده اهو كده، او هات الفولدر 33 يلا عشان يبقى المثال اوضح شويه اهو. هات المثال ده كده، ده فولدر، مش ده فولدر موجود عندنا في الجهاز؟ اه. طيب انت دلوقتي بقول له ايه؟ خلي بالك بقول له لو سمحت البي هيكون برضه دايركتوري انفو. طيب هتعمل ايه؟ هي بتساوي البيرنت بتاع الفولد. الفولد اصلا ايه؟ اللي هو فولدر 33. طب ايه البيرنت بتاعه؟ هو اللي قبل الباك سلاش دي، هو اللي قبله اللي هو ده، ده البيرنت بتاع ابوه اللي هو اصلا داخلي منه اهو. تعال نشوف، اه بالفعل ده فولدر 33 داخلي من ايه؟ اعمل اب كده اهو، داخلي من نيو فولدر 2، يبقى هو ده الاب بتاعه، هو ده البيرنت بتاعه. البيرنت انت ممكن تجيب البيرنت بتاعه شخصيا، يعني معنى كده اللي انت ده فين البيرنت بتاعه ده؟ طيب ده لا نيو فولدر 2 فين البيرنت بتاعه؟ 100. طب 100 ده فين البيرنت بتاعه؟ الدي، وهكذا. يعني ده ابن ده وده جده ده وده جده الاكبر ده. وصلت يا اخوانا؟ تعال نشوف اهو كده، اضغط على الزرار، لاحظ قال لك بالفعل نيو فولدر 2. طيب عايز كمان اصعبها، مش اصعبها، هاجي هنا اقول له ديم بي 2 از ها دايركتري، او نقول له مثلا از نيو، برضو هنا نيو از نيو دايركتري انفو. هو اصلا مش هياخد نيو، ما ينفعش ياخد نيو لان هي اصلا بروبرتي، خليها من غير نيو دايركتري انفو. تمام، بيساوي خلي بالك البي دوت بيرنت، يعني البي ده اللي هو اب، جبت الاب بتاعه. تمام، واقول له هنا البي اهو ثم تكست بوكس واحد دوت تكست بلس ايكوال في بي نيو لاين. تمام، زائد او انفايرمنت نيو لاين الاثنين واحد، زائد البي 2 دوت نيم اسمه. تمام، او ممكن تجيب مساره عادي اهو فول نيم، وهنا برضو فول نيم. تمام، بعدها برضو خد هي
بي 3 يعني بتجيب الاب بتاع الاب اهو بي 3 يبقى ده البي ب 2 ده بي 3 اهو بي 3 اسف ده بي 2 ضد بيرنت وهنا برضو تطبع البي 3 وهكذا اهو. تعالى نشوف يبقى انا بجيب جبت فولدر وجبت الاب بتاعه وبيانات الاب بتاعه بقى وكل خصائص اصل هنشوفها هنعرف دلوقتي انا بجيب البيرنت ليه بالشكل ده كده اهو لاحظ قال لك ايه اهو البيرنت الاول نيو فولدر ده الاب ثم المية ثم الدي طيب احلى كده فوق الدي ايه البيرنت بتاع الدي اهو اربعة هو بيرنت تلاتة او البي تلاتة دوت بيرنت ابو البيرنت ابو البيرنت تلاتة تمام اهو بيرنت فور شوف بقى اللي احسن هنا انت ماشي مظبوط هنا بيقول لك استناني هو اصلا مفيش ريفرنس مفيش اب اصلا للدي هو الدي اصلا معمولين ده هو في حاجه كيان بس فقط اسمه كمبيوتر لكن هو مش اب ولا حاجه ده هو كيان بيجمعهم مع بعض مش اكتر يبقى خلي بالك من النقطه دي طيب جميل انت طبعا انت ممكن تشوف هل هو درايف ولا مش درايف والكلام ده طيب ده كده ببساطه الايه خاصيه البيرنت اللي انت بتجيب الفولدر اللي هو بيحتوي عليه او اللي هو اصلا الاب بتاعه فتجيب البيانات بتاعته تقدر تعمل فيها كل شيء تجيب الخصائص وتشوف الخصائص وتشوف هو معمول امتى ومش معمول امتى والكلام ده طيب تعالى بينا اظن كده ده خدنا البيرنت خدنا هنا عمليه ريفريش للايه ها للفولدر ذات نفسه لو في حاجه معلقه مثلا او في مثلا في ساعات بعض العمليات هنضطر نعمل فيها ريفرش لما نتعمل ان شاء الله الروت بتاعه هيجيب لك الايه زي ما قلت لك هيجيب لك الايه الدرايف بتاعه اللي هو في حالتنا هيجيب الدي في حالتنا هيجيب الدي تمام طيب جميل هنا برضو هنا دو سترينج هيجيب لك الايه الاسم بتاعه كاسترينج طيب المهمتنا بقى اللي احنا ان شاء الله هنقف معاها الدرس القادم هي الاتريبيوتس لان الاتريبيوتس مهمه جدا الاتريبيوتس مهمه جدا للفولدر وكذلك للفايل هنتكلم عنها ان شاء الله الدرس القادم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.